السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في فيديو النهاردة. معلش اتأخرت عليكم شوية، بس اللابتوب بتاعي باظ، يعني في شوية مشاكل في الأبلود بتاع الفيديو، بس إن شاء الله نتدارك الأمر يعني، وأحاول إن أنا أرجع تاني للريتم أو السيستم بتاعي. النهاردة إن شاء الله هنعمل مع بعض الدلية دي، أو يعتبر كوليه صغير قوي بسيط، والشغل بتاعه برضو مش كتير، ان شاء الله يبقى سهل جدا، ولو اي حد لسه مبتدئ برضو يبقى بسيط بالنسبة له. يلا بينا. معانا ادواتنا الاساسية من قصافة، معايا النهاردة القصافة الكبيرة كمان عشان السلك هيبقى سميك شوية، ومعايا القصاق بتاعي الناعم، النايلون اللي انا بحبهم طبعا، نوع واحد يكفي، ومعايا القصاق المبروم، مش هشتغل بيه كتير بس في الاخر هحتاجه في التشطيب بتاع القطعة. ومعايا هنا حجر مدور، احنا نقدر نستخدم اي حجم واي شكل. معايا سلك 3/10 سلك الويف، ومعايا سلك 1 ملي، معايا 6 قطع 30 سنتي، ومعايا سلك 8/10 قطعة واحدة 30 سنتي. دي القطعة اللي انا كنت بجرب عليها التصميم، طبعا يعني مش مظبوطة، بس انا بحاول ان انا فيها اشوف الابعاد او طول الاسلاك اللي انا هستخدمها. انا هنا عاملة الجزء اللي في النص حوالي 5.5 سنتي، بس حسيت ان هو كبير شوية فهعمله 4 او 4.5 سنتي بس. فهنا هقيس، انا معايا 30 سنتي، هقيس 15 سنتي، ولو هعمله 4 سنتي هنقص 2 سنتي من المسافة بتاعتي، بحيث ان يبقى الجزء ده في المنتصف بالظبط. فهبتدي دلوقتي الويف بتاعي، انا مستخدمة دلوقتي سلك النحاس الاصفر وسلك الويف، السلك الاحمر عادي، حبيت ان انا ادمج ما بينهم، وفي نفس الوقت ما عنديش السلك الاصفر الرفيع. الويف بتاعي انا عملت بس 3 لفات عشان اثبت السلك، وبعد كده ببتدي الويف بتاعي، هي عبارة عن لفتين حوالين السلكين اللي تحت، هطلع في النص ما بينهم واعمل لفتين حوالين السلكين التاني والتالت من تحت، واطلع في النص ما بينهم واعمل لفتين حوالين السلكين التالت والرابع، واطلع في النص وبعدين الرابع والخامس، واطلع في النص ما بينهم ويبقى الخامس والسادس، وهكذا كل مرة بطلع بمقدار سلك واحد، وبرحل معايا سلك من اللي انا كنت لف عليهم قبل كده. وبعد كده هعمل لفتين او 3 لفات حوالين الست اسلاك مع بعض. انا هنا عملت لفتين بس، لو حابين تتزودوا طبعا شيء يرجع لكم. وبعد كده هو ده التكرار بتاعي، هرجع تاني من تحت اعمل لفتين 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 لغاية ما اوصل لاخر سلكين من فوق، وارجع اعمل تاني لفتين على 6 اسلاك مع بعض، واكمل النظام ده لغاية ما اوصل لاربعة سنتي او 4.5 سنتي. انا كنت قلت هعمل 4 سنتي، بس لما عملته حسيت ان هو ممكن يبقى قصير قوي، فزودت 0.5 سنتي بمقدار كامل يعتبر 4.5 سنتي. هنا خلصت الويف بتاعي زي ما انتم شايفين، عملت حوالي 4.5 سنتي. بعد كده هبتدي اشتغل على الاطراف الاسلاك اللي انا هعملها، هشكل بيها، هي مدية شكل زي فيونكة، او يعني شكل زي ببيونة كده. فانا هشتغل الاول، هلف كويل او لفات احادية حوالين السلكين اللي تحت، يعني السلك اللي تحت من اليمين والسلك اللي تحت من الشمال، بحيث ان هما لازم يبقوا الناحيتين متناظرتين بنفس الشكل. فانا هنا عملت زي ما انتم شايفين الكويل حوالين، عملت حوالي 8 سنتي في اليمين وفي الشمال زيه بالظبط. وبعد كده هاجي اشتغل على هاخد ال3 اسلاك اللي بعديهم، انا معايا 6، اشتغلت 1 بقى معايا 5، هشتغل على 3 اللي بعديهم، والاثنين اللي بعديهم لوحدهم، واللي هعمله على الناحيه اليمين هكرره على الناحيه الشمال بالظبط. هشتغل الويف بتاعتي، هتبقى ان انا هعمل 10 لفات حوالين السلك اللي تحت لوحده، وبعد كده 3 لفات حوالين السلكين ال3 اسلاك مع بعض، وهرجع تاني 10 لفات على السلك لوحده و3 لفات حوالين السلكين مع بعض. هكرر نفس الموضوع الناحيه التانيه زي ما قلنا. وبالنسبه للسلكين اللي فاضلين
من الناحيتين، هشتغل نفس الويف بالظبط بس هيبقوا 5 لفات حوالين السلك اللي تحت لوحده، ولفتين برضو او 3 لفات زي ما انتوا حابين حوالين السلكين مع بعض. هكمل اعملهم حوالي 9 سنتي الويف كله من كل اتجاه، وبعدين نرجع نشوف هنكمل ازاي. زي ما انتوا شايفين ان انا خلصت الويف بتاعي، هو يعني مفيش ويفز كتير، انواع كتيره في القطعه بتاعتنا، بس الشكل النهائي بيبقى جميل، وفي نفس الوقت ما تاخدش وقت كتير مننا في الشغل. هبتدي ان انا اشكل الويفز بتاعتي او الاسلاك بتاعتي عشان تديني شكل زي الفيونكه زي ما قلنا. وهبتدي ان انا يعني اخد سلك سلك او ويف ويف اشكله الناحية اليمين وبعدين الناحية الشمال عشان احاول ان هما يبقوا متناظرين ويبقوا الناحيتين يعني شبه بعض على قد ما اقدر. طبعا مش هيبقوا بالظبط 100% شبه بعض لان ده شغل هاند ميد، بس يعني على قد ما نقدر يبقى فيه تناسق ما بين الناحيتين. بفضل بالادوات بتاعتي اظبط الويف دي زي ما انتم شايفين، ادتني زي زاويه كده، فانا فضلت احاول لغايه ما يعني ظبطتها على قد ما اقدر، وبعد كده كملت تشكيل في الويف اللي فاضله اللي هي الكويل اللي لوحده. وبعد كده هحتاج ان انا اظبط كل الاسلاك جنب بعض، الاسلاك الاطراف الاسلاك، عشان هشتغل سطرين او 3 سطور من الويف عشان اربط كل الاسلاك مع بعض. انا هنا لما اشتغلت حسيت بعد ما خلصت ان انا كان هيبقى احلى في الشكل لو قصرت الويف، يعني كان في مساحة اكتر من الاسلاك اللي ما عليهاش ويف، بس يعني ان شاء الله برضو شكلها يطلع جميل زي ما انتوا شفتوا معايا. ظبطت الاسلاك على قد ما اقدر جنب بعض، وما يفضلوا طبعا يعني يبقوا عايزين يجوا فوق بعض وكده، بس هبتدي ان انا اشتغل ويف. انا ممكن اشتغل اي ويف لان هو مش هيبان، بس انا اشتغلت هنا نفس ويف قريب من الويف اللي انا اشتغلته في القطعه الاولانيه. فانا عملت هنا لفتين حوالين السلكين اللي تحت، وبعدين برضو لفتين 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 لغايه ما وصلت للسلكين اللي فوق خالص، وبعدين برضو جبت السلك من تحت تاني وابتديت تاني لفتين لفتين، عملت 3 سطور او 3 تكرارات من الويف بحيث ان هي تثبت لي او تمسك لي الاسلاك كلها مع بعض، عشان طبعا لثبات القطعه ما تبقاش القطعه تتفك الشكل بتاعها، وفي نفس الوقت هتساعدني في تثبيت الحجر عليها بعد كده في المرحله اللي بعد كده. هنا انا خلصت التثبيت زي ما انتم شايفين، بظبط الشكل برضو النهائي للقطعه بتاعتي. زي ما انتم شايفين كان يعني انا لو كان عليا افضل ان هي كانت تنتهي يعني مقدار تقريبا 3 سنتي او حاجة او 2 سنتي، كنت حاسة ان هيبقى شكلها افضل، بس يعني هي برضو شكلها كده كويس. هجيب القصافة وهبتدي ان انا اقص الاسلاك كلها بحيث ان هي تبقى سوا واحد واخدة شكل دائري بسيط جدا، يعني مش حابة ان هما يبقى فيه حتى الاطراف اقصر من النص بشكل يعني واضح قوي، لا انا عايزاه بشكل يعني بسيط جدا جدا يعني. وبعد كده ما هخلص هجيب الشاكوش بتاعي او الشاكوشين بتوعي، الشاكوش الكبير والشاكوش الاصغر منه، وهبتدي ان انا ادق كويس جدا الاطراف بتاعة الاسلاك بحيث ان هي تتبطط شوية وتبقى شكلها اعرض. وفي نفس الوقت طبعا انا ما جبتهاش في الفيديو بس مصورتهاش، بس لازم طبعا نستخدم المبرد ونبرد كويس الاطراف بشكل دائري عشان الشكل، وعلشان كمان ما تبقاش يعني ما تبقاش حادة ولا تخربش ولا تنتش ولا اي حاجة، لما بنبردها بتبقى ناعمة جدا ويعني ما فيهاش منها اي خوف او اي خطورة. هو ده الشكل بتاعنا دلوقتي. هنبتدي بقى ان احنا نثبت الحجر بتاعنا. انا هنا كان معايا 3 احجار هختار منهم، تقدروا تستخدموا اي شكل من الاحجار سواء كان دائري زي ما انا مستخدماه او شكل بيضاوي او وبرده الحجم اكبر او اصغر حسب يعني ذوقكم وحسب رؤيتكم. انا حتى كنت مستخدمه الابيض شويه، بعدين حسيت ان اللي هيبقى فيه جزء لبني هيبقى شكله افضل،
فجبت هنا السلك 8/8، كان معايا سلك احمر، ما كانش عندي اصفر، لو كان عندي اصفر 8/10 كنت استخدمته. بس هو القطعة عامة فيها مزج ما بين الاحمر والاصفر فمش هتفرق كتير. وجبت السلك زي ما انتم شايفين من تحت القطعة ودخلته خلف خلاف من الحجر. تقدر تختاروا اي حجر، بس اهم حاجة عشان يبقى مخروم من النص عشان نقدر ان احنا نثبته بالطريقة دي. طبعا لو مش مخروم هنثبته بطريقة تانية، يعني مش مستحيلة برضو، ممكن نعمل زي دلاية لوحدها للحجر وبعدين نثبتها على القطعة، بس ده يعني هيبقى شغل اكتر ويعني معقد اكتر، او يعني فيه شغل اكبر. فانا حبيت ان القطعة تبقى بسيطة النهاردة. وجبت طرفين السلك زي ما انتم شايفين، وببتدي ان انا بشكل بسيط جدا اعمل لهم غزل مع بعض، ان هما يعمل لهم زي تويست مع بعض، وبعد كده هلفهم حوالين الحجر بحيث ان هما يبقى كأن هما فريم حوالين الحجر بتاعي. بثبت الشكل كويس مكان بالظبط اللي انا عايزاه، وبعد كده يا اما بجيبه من تحت، او انا حبيت ان انا هدخله في النص في الحتة اللي فاضية اللي في النص دي، يعني اشده جامد بحيث ان يبقى ضيق، فاقدر ان انا اثبته يعني لما اجي هو عايز ينزل تحت عن الحجر شوية، فانا لما ابقى اخليه الجزء اللي حوالين الحجر ضيق قوي هقدر ان انا اطلعه شوية على الحجر وهيثبت معايا. وبعد كده من ورا زي ما انتم شايفين ابتديت ان انا برضو اظبط المكان بالظبط اللي انا عايزاه، وبالطرف السلك لفيته حوالين الحجر من ورا وما بين حوالين ما بين الحجر وما بين الشكل بتاعي، بحيث ان هو يضيق لي المساحه، ما يخليش الحجر يتحرك جامد، يعني يبقى محكم، وفي نفس الوقت يبقى برضو محكم في التثبيت بتاعه. وطرف الاسلاك قصيتها زي ما انتم شايفين، واستخدمت القصاج المبروم بتاعي. دي المره الوحيده اللي استخدمتها في الفيديو ده، تقريبا ده اكتر فيديو ما استخدمناش القصاج المبروم. ودخلت اطراف الاسلاك زي ما انتم شايفين ما بين الحجر وما بين القطعه، بحيث ان هي ما تبقاش واضحه لا في الملمس ولا تضايق في اللبس. وتاتش اخير بظبط الاطراف بتاعه الاسلاك، وما ننساش ان احنا نبردها كويس جدا. بكده نبقى خلصنا القطعة بتاعتنا النهاردة. يا رب تكون عجبتكم والفيديو يكون سهل ومفيد بالنسبة لكم. ما تنسوش تعملوا لي لايك وسبسكرايب للي لسه ما عملش، واشوفكم ان شاء الله في الفيديو الجاي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.